بسم الله، النهاردة مع بعضينا إن شاء الله هنعرف مع بعض خطوات عمل البحث المطلوب من طلاب الصف الثالث الابتدائي إلى الثاني الإعدادي، خطوات المطلوبة من المعلم أو المطلوبة من الطالب إزاي يقدم البحث ليه. نبدأ مع بعض عن طريق نموذج استرشادي بيطلب منا الآتي: نعمل أول ورقة مطلوبة فيها اسم الطالب، المادة، الفصل، الترم، اسم المدرس، قبل ده كله اسم المدرسة، بعد كده جملة البحث، تاريخ استلام البحث، تاريخ تسليم البحث، كل ده في ورقة واحدة اللي هو ما يسمى بغلاف أو عنوان البحث. بعد كده يبقى عندي خطوات البحث نفسه عبارة عن 6 خطوات، ممكن تعملها بقى بست أوراق أو تعملها ملف وورد ثم تحوله إلى PDF وبعدين تسلمه للمعلم زي ما هنعرف. أول خطوة اسمها ماذا أعرف؟ ماذا أعرف؟ ما أحتاج إلى معرفته؟ أين أجد إجابات أسئلتي؟ ماذا سأفعل مع المصادر؟ هل أتممت البحث؟ كيف سأعرض المعلومات التي جمعتها؟ ثم بلاقيه بيوضح لي إن أنا بعمل كطالب البحث بنسختين، نسخة أقدمها للمدرس ونسخة أخليها معايا. المدرس يقدر يعدل او يحذف اي حاجه من اللي احنا بنقولها، ده نموذج استرشادي، لكن على الطالب انه لازم يراعي ان يبقى في البحث بتاعه مزود بالخرائط او اي اشكال بيانيه اللي قدر يجمعها عن طريق بحثه او اي وسائل تانيه. الاقي جدول مصمم من 6 خانات، الخانه الاولى مكتوب فيها المصادر المقترحه اللي انت بتقترحها عشان تكمل بيها بحثك، وكل مصدر مكتوب قدامه السبب لاختيارك المصدر ده وتحديد المعلومات اللي انت خدتها من المصدر. ولو نزلنا تحت شوية كده هتلاقي بيحدد لك المصادر دي انها نوعين: مصادر اولية او ميدانية، يعني المفروض ان الطالب بيقوم بنفسه بلقاءات شخصية او زيارات ميدانية او اماكن زي متاحف او اي او حدائق او بحيث ان يكون ليها صلة بموضوع البحث، او مصادر مكتبية او ثانوية، بمعنى انه ممكن يزور مكتبة المدرسة او اي مكاتب عامة او المواقع الالكترونية، وفي ظل الظروف الراهنة طبعا بالتالي احنا واجب علينا ان نشتغل من خلال المواقع وعدم الخروج من البيت فترة دي، ربنا ينجينا وينجي مصر. بعد كده بيديني جدول مستقل بخطوات جسم البحث نفسه، تاريخ التسليم والتحقيق، وبناء على الجدول ده نبدأ نجهز الخطوات اللي بعد كده. الخطوة الاولى اول حاجة تمهيد، وهو يقصد به سؤال البحث ولازم يكون واضح ومحدد ومفهوم وقادر على الإجابة عليه او نقدر نجاوب عليه. وهو السؤال اللي هنكتبه هنكون واخدينه من المدرس او من عنوان البحث اللي هيكلفنا به المدرس. وبعدين الخطوة الاولى ماذا اعرف، يقصد بها ان الكتابة في حدود 100-150 كلمة وعرضها بالطريقة المناسبة للطالب مع توضيح طريقة الحصول على المعلومات، وكأنها ملخص بسيط بيكتبه الطالب: عمل ايه في البحث، زار ايه، حصل ازاي على المعلومات، ملخص كامل اجرائي. الطريقة التانية او الورقة التانية ماذا أريد أن أعرف، وهنا الطالب بيحدد مجموعة من الأسئلة التفصيلية الصغيرة اللي توصلني لعنوان البحث، بنسميها الأسئلة التوجيهية، وهي الأسئلة اللي بتوجهني، مجموعة صغيرة من الأسئلة الصغيرة اللي بتوجهني إلى نتيجة البحث وتفاصيل البحث وبتطلب إجابات محددة. فنموذج للأسئلة دي خلي ابني يتكلم عن ثورة معينة أو حرب معينة أو بحث عن موقف معين أو شيء في العلوم. فالأسئلة تبقى أسئلة محددة في جدول، تبقى أسئلة محددة زي من، ما، أين، متى، لماذا، كيف. من يقصد بها تحديد المشاركين المرتبطين، من لهم علاقة بموضوع البحث، مثال: من قاد الثورة، من بدأ الحرب، من شارك في الموضوع بتاعك بتاع البحث. ما شرح المشكلة او القضية او الموضوع بتاع البحث، مثال مثلا: ما الاثار السياسية المترتبة على تلك الثورة او تلك الحرب، او بتسأل عن تجربة معينة او موقف معين. اين قصده تحديد الاماكن الحالية والمستقبلية المرتبطة بالقضية او بالموضوع، فمثال في العلوم: اين تظهر اثار الاحتباس الحراري بوضوح. متى يقصد بها تحديد ومحدد، مثال: متى بدأت الحرب الاهلية، متى تم اكتشاف اثار الاحتباس الحراري، كذا. لماذا يقصد بها شرح أسباب وجود المشكلة أو أسباب حدوثها، مثال: لماذا تعارض بعض الشعوب العربية التطبيع مع إسرائيل، لماذا يعارض بعض الناس أبحاث استنساخ البشر، كيف.
فهم القضية أو المشكلة وهكذا. مجموعة الأسئلة دي مطلوب تحديدها في مكان معين في البحث أو بورقة مستقلة. الخطوة الثالثة، كيف وأين أستطيع إيجاد إجابات الأسئلة؟ وقصده بيها إن تحدد أماكن ومصادر معلوماتك، بمعنى هل أنت جبتها من مكتبة المدرسة، جبتها من مواقع وفيديوهات موثقة على النت، ولا أنت جبتها من زيارات ميدانية، ولا أين أستطيع إيجاد إجابات على الأسئلة التي وضعناها سابقا. وطبعا كل شغلك في الفترة دي هيكون على النت والمواقع الإلكترونية. الخطوة الرابعة، ماذا سيفعل مع المصادر؟ What do I do؟ معناها ان المعلومات اللي انت جبتها من المصادر بتاعتك تكون اجابة للأسئلة اللي انت بتدور تجاوبها اللي كتبتها بعد سؤال التمهيد. ففي الخطوة دي الأسئلة الاسترشادية او التوجيهية اللي كتبناها، كتبت 5 أسئلة، كتبت 6 أسئلة، واجب عليك ان انت تكتبها تاني دلوقتي، كل سؤال بالاجابة اللي انت جبتها من خلال بحثك زي ما شايفين دلوقتي. يبقى بنكتب السؤال الاسترشادي، الاجابة اللي انت حصلت عليها من خلال بحثك، ثم بتكتب المصدر منين بالظبط، وجميع الأسئلة اللي انت حددتها في الأول هي اللي تجاوب عليها بنفس الأسلوب في الجدول ده. الخطوة الخامسة، هل أتممت البحث؟ بتعمل جدول بتكتب فيه مجموعة أسئلة زي هل قمت باختيار سؤال البحث، بتكتب نعم أو لا زي ما جدول المصمم، هل قمت باختيار سؤال البحث، هل سؤال البحث مناسب لموضوع البحث، هل قمت بكتابة الأسئلة المتعلقة بسؤال البحث الاسترشادية، وهكذا. وقدام كل نقطة تعمل نعم أو لا، لو في لا يبقى ذكر السبب، نعم وضح ذلك بالدليل، يعني حط دليل بس على كلامك، قمت باختيار سؤال البحث نعم والدليل سؤال المعلم مثلا، وهكذا. ومجموعة من الأسئلة الكتيرة اللي قدامك زي ما انت شايف. آخر خطوة وهي الخطوة السادسة، كيف سأعرض المعلومات التي حصلت عليها؟ هل عن طريق بعد إجراءك بقى للبحث بتاعك، هل انت اللي وصلت لي هتعمله في مقال بحثي اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، ولا هتعمله عن طريق عرض فيديو او معرض او مسرحية؟ وطبعا في الفترة الراهنة كلنا شغالين في مقال بحثي عن طريق المواقع الإلكترونية. يبقى دلوقتي بتعمل بحث تبع عن الإجراءات اللي احنا قلناها، بتعمل ورقة فيها غلاف وبيانات بتاعتك، بتعمل سؤال للتمهيد، بتعمل جدول فيه أسئلة توجيهية، بتعمل ورقة فيها ملخص للي انت هتقوم بيه بحدود 100 ل 150 كلمة، ملخص بحثك زي ما احنا وضحنا.